هضر على هاد الدراري وولادنا، وانا بقى انا ناس مريضه بالقلب، ومني سمعتها خرجت لانني ما عندها حد يا تامه، وتحرقوا بجوج. انا تنعطي التحيه للملك عاش الملك، لانني لابيلونس ما عتقت الدراري اللي درت كيضحك علينا. ما كاين تطرون، فينكم المرشحين؟ بين المرشحين ما كاين والو. هاد راه ولادنا وراه ولاد الجيران القدام، راه ما عندهم حد، راه شتي تبغى تبقى فيهم راه يتامى، راه ما عندهم حتى واحد. عاش الملك. وانا كنهضر على الدراري، جوج خوت ماتوا، بنت وولد ماتوا جوج، واليوم كنعطي التحيه لجلاله الملك، لانني البلاد شحال من عام كيقول لهم انا عطيتها وتا واحد ما عطانا. الشتا فيها، الغيث فيها، الشمس فيها، وانا تنعطي التحيه لجلاله الملك. الدري راه عنده 23 عام والدري عندهم واحد 30 عام. اي والله عاش الملك، تحيه لجلاله الملك. البلاد عا سنين، عاش البلاد، عام يجيو عاش اصحاب المطافي. علاش ما تجيهاش البومبيه؟ شنو السبب؟ علاش الدراري ثلاثة السوايع وهما طايحين ميتين، ومن يعيطوا البومبيه ما يقولوا لهم لا عندكم بيس ما كندخلوش البلاد؟ واش حنا يهود؟ حنا كنرفعوا الشكايه لمدير الامن، كنرفعوا الشكايه لكل مسؤول في هذه المحمديه، وماشي عام المحمديه. كنقولوا عاش الملك، راه حنا مسلمين في الدوار، راه حنا ولاد البلاد وزياده وخلق في هاد البلاد. هاد الولاد الله يعمر ليهم الدار وعندهم هم معاهم. شحال العمر ديالهم؟ شحال العمر ديالهم؟ شنو نقول لك اخويا؟ الدري راه ما بين 24 25 تقريبا، واخته تقريبا شي 30 ولا 30 والفوق، اخته 30 والفوق. عاودنا على الواقعه كيفاش وقعات؟ انا ما حاضراش جيراني، ولكن انا ما حاضراش اخويا، ما نكذبش عليك، اللي حاضر هو عبد الله ويعاود لكم الواقعه كيفاش كانت. اخويا شنو نقول لك؟ انا يلا جيت من الخدمه كنلقى الناس مجموعين، عباد الله خايفة، اش واقع؟ الضو الضو، كلشي يقول لك الضو. مشينا كنشوفو، قلبنا لقينا الباب محلول، السيد كاين مور الباب مشبح، وختو تقريبا واحد جوج متر ما بين ختو وهوايا، وواحد السلك، واحد السلك ديال الضو فوق منه، فوق من الضحية اللي هو الذكر، فوق منه السلك ديال الضو. فبالتالي الباب توا فيه الضو، ما يمكنش ندخلو ونحيدوا الضوء، ولو بالامكان ديالنا، حيت كاين جوا فايات خاص الناس المسؤولين يجيو، حنا ما نقدروش نقيسوا، حنا ما نقدروش نقيسوا. فبالتالي لقينا الوفاة، شوفوهم ساكنين الله يرحمهم.